في صباح هذا اليوم مشاهدينا متابعينا الكرام عشاق الأصالة وتحديات سن الثنايا وانطلاقات هذا الصباح الجميل. ينطلق الشوط الخامس في أشواط هذا الصباح أو الشوط السادس في أشواط صباح هذا اليوم لبكار الثنايا المهجنات الأصايل التي تندفع بهذه الشعارات وبهذه الأعداد الجميلة لتتنافس على شرف الفوز في الخمسة كيلو متر نسير مباشرة. ونتعرف على المراكز الأولى تقود مسار الشوط مراحب يا مراحب راشد بن سعيد بن محمد بن سعيد الهلي يتقدم مع المركز الأول، بينما المركز الثاني من مراحب إلى المركز الثاني والمركز الثاني شوف التنافس، شوف التنافس هذه اللي وصلت عسيل عسيل مسفر بن سالم بن مسفر بالقوبع المنصوري على المركز الثاني. أما المركز الثالث تاتين شودة محمد بن حمد بن عمران الكتبي تتقدم في هذه اللحظات من هذا المنطلق الوثبة، وصلت الوثبة وعلي بن زعل بن سعيد المنصوري المركز الخامس مع بن كليب وشعاره يتقدم في هذه اللحظات. طلعة 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 ومهير بن علي بن كليب الاكتبي على المركز الخامس، بينما المركز السادس نشوف هذه اللي في المركز السادس تندفع محذاف محذاف وثاني بن عبيد بن سعيد بالكديدة يقدم لنا محذاف على المركز السادس. أما المركز السابع فوصلت للطيارة عبد العزيز بن سيف بن سويلم الاكتبي. المركز الثامن ثامن المراكز تقدمت معياه معياه وعوض بن سعيد بن الخريباني النعيمي يتقدم في هذه اللحظات. والمركز التاسع من وصلت العجائب سالم بن راشد بالضبيعة. المركز العاشر عاشر المراكز وهذه منصورة منصور مسري بن سالم بالعرطي الحميري. هذه النتيجة هذه العشر المراكز الأولى المتقدمة في هذا الاندفاع وهذا الانطلاق الجميل للعشر المراكز الأولى. وبعد العشر المراكز ياما وياما من الأسماء ترقبوا المزيد ما شاء الله في هذا الشوط. الاستعداد باين من بداية الموسم، الكل مستعد ما شاء الله في هذه النجومية الكبيرة في عالم الأصالة وقادم إلى المرموم، قادم إلى منشأ الأصايل إلى المرموم في هذه الانطلاقات. عودة إلى المركز الأول، نعود مرة ثانية بعد إكمال النداء وعودة إلى المقدمة والوثب على مقدمة الشوط الوثبة علي بن زعل بن سعيد المنصوري في هذه الانطلاقة. في هذه الانطلاقات لناتي إلى المركز الثاني ثاني المراكز في هذه العسيلة مسفر بن سالم بن مسفر بالقوبع المنصوري تتقدم على ثاني المراكز. المركز الثالث وهذه مراحب راشد بن سعيد بن محمد بن سعيد بالهلي تأتي في المركز الثالث. المركز الرابع وصلت في طلعة مهير بن علي بن راشد بن سويلم يقدم طلعة على المركز الرابع. المركز الخامس تحركت منصورة ما شاء الله بدلت وغيرت من موقعها مسري بن سالم بالعرطي الحميري يقدم منصورة، بينما تحرك من تحرك شوف 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 التحركات ومذخورة منصور بن سعيد بن سالمين المنصوري يتقدم في هذه اللحظات، بينما هناك معياه عوض بن سعيد الخريباني النعيمي يقدم لنا معياه بين في المركز السادس. المركز السابع هذا بالكديدة يتقدم مشاهدي الأعزاء محذاف يقدم لنا محذاف اللي هو ثاني بن عبيد بالكديدة في هذه الانطلاقات. والمركز الثامن
من المراكز شود، شود محمد بن حمد بن عمران الكتبي، ومن بعد شود في تاسع المراكز وهي رقم 9 عبد العزيز بن سيف بن سويلم الكتبي، والمركز العاشر هذه الفائزة، هذه الفائزة عبد الله بن بطي بن محمد الغفلي. شعارك يا المهندس الحاضر والمتواجد مع هذه الانطلاقات والتحديات؟ في هذه الانطلاقات وهذه التحديات الجميلة، العشر المراكز وندانا الثاني للعشر المراكز الأولى المتقدمة وإذاعتنا الثانية في هذا الانطلاق. بدأ انحناء الميدان، بدأ التفاف الميدان على اليسار، وبدأت لوحة الإعلان تقرب 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 من المركز الأول، من الوثبة، من الوثبة اللي مسيطرة على مقدمة الشوط، وعلي بن زعل بن سعيد المنصوري مع الألف وميتين يا أبو ضرس، مع الألف وميتين، مع الألف وميتين، مالك الوثبة، مالك الوثبة، علي بن زعل بن سعيد المنصوري يتقدم مع الكيلو الأخير. المركز الثالث، ثالث المراكز هذه مذخورة، مذخورة، منصور بن سعيد بن سالمين المنصوري يتقدم. وصلت، وصلت الفائزة لأول نداء، محمد بن سعيد بن مطر الرميثي، أتت من خلف العشر ما شاء الله في انطلاقتها وتحدياتها. شود محمد بن حمد بن عمران يتقدم على المركز الرابع. نكتفي خلاص بهذه الأسماء المتقدمة، نعود إلى المركز الأول اللي بدلت وغيرت ولا ما غيرت، لا والله هناك الوثبة والمنصوري، الوثبة والمنصوري، علي بن زعل بن سعيد المنصوري يتقدم، يتقدم وحامل آمال أهالي الوثبة في السلامات، ولكن الرميثي وهالي ند الشبه، ند الشبه، يا سلام يا سلام، يتقدمون مع الرميثي الفائزة محمد بن سعيد بن مطر الرميثي. الأمتار الأخيرة، الأمتار الأخيرة، جولة الأوامر، جولة الناموس، خط النهاية والانطلاقات والتحديات. الفائز محمد بن سعيد بن مطر الرميثي يتقدم بالمركز الأول، يعلن الفوز، يعلن الناموس. تهانينا وهذه لحظات وصول الفائز، سلاماتنا لهالي ند الشبه، ند الشبه في هذا الانطلاق وهذا الاندفاع. المركز الثاني الوثبة قدمت أداء جميل، علي بن زعل بن سعيد المنصوري. المركز الثالث نشوف اللي وصلت في المركز الثالث، وهذه الظبي محمد بن معضد بن محمد بن هلال المزروعي، أو المركز الرابع من وصلت فيه لسلطان بن حمد بن أصلي الشامسي. والمركز الخامس، المركز الخامس هذه مذخورة، منصور بن سعيد بن سالمين المنصوري. هذه النتيجة للخمس المراكز في هذا الشوط، ولكن العودة إلى المراكز الأولى وإلى الانطلاق الأول في التوقيت الزمني. التوقيت الزمني مشاهدينا متابعينا الكرام 7:57 وست أجزاء من الثانية من قدمت هذا الأداء الجميل أخت عجايب محمد بن سعيد بن مطر الرميثي، ما شاء الله تبارك الله. المركز الثاني 7:58 وسبع أجزاء من الثانية اللي نافست وقدمت الأداء الجميل، علي بن زعل بن سعيد المنصوري مقدم الوثبة. تهانينا له على المركز الثاني والمركز الثالث. نشوف ثالث المراكز، التوقيت 8:04 جزين من الثانية، حلت في المركز الثالث الظبي لمعضد بن محمد بن هلال المزروعي. تهانينا للجميع.